يعتبر ميناء جنجن بولاية جيجل من أهم وأكبر الموانئ التجارية في الجزائر بمساحة تتجاوز 40 هكتار. وتسعى مؤسسة ميناء جنجن إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في المبادلات التجارية رغم تراجع في حصص استيراد السيارات. بالحجم بالضبط حوالي رانا في 2 مليون طن في السداسي الأول لسنة 2017. عندنا 6 مشاريع ماجور كبيرة، زوج في الزيوت، واحد في استقبال الحبوب، عندنا واحد للصلب أكياس، عندنا الزفت الإسمنت. تتواصل الأشغال قصد الانتهاء من أشغال توسعة الميناء كنهاء الحاويات والخط المزدوج للسكة الحديدية الذي سيسهل من عملية نقل البضائع عبر مناطق الوطن، إضافة إلى تحفيز المستثمرين والصناعيين ولوج عالم التصدير. الكمية نتاع البضائع اللي غادي تتعامل بها البور نظرية كانت مدوجة هي 4 ملايين طن. بفضل هذه المشاريع الاستراتيجية، مشاريع ذات البعد القاري، ستصل إلى 30 مليون طن. نشوفوا البور على أساس أنه عملية باتجاه واحد. إن شاء الله نخموا في عملية التصدير من المنطقة هذه. اللي باغي يخدم في الاستثمار نعطوه بالقرار الإداري إن شاء الله، ينشط في التيرا ورانا متواجدين معه مرافقينه يوميا. توسيع استغلال الميناء عن طريق رفع قدرة استيعاب البضائع والشحن، الرفع من قدرات التصدير نحو الخارج لمختلف المنتوجات الفلاحية والصناعية هي من ضمن توجيهات السلطات العمومية لاستغلال موارد جديدة خارج إطار المحروقات.